السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نصبت طنجيه وبغيت نشاركها معكم. كلشي كيعرف الطنجيه المراكشيه وكل واحد وكيفاش كيدير لها. المهم انا غادي نحتاج هنايا، عندي هنايا كيلو ونص ديال اللحم ديال الملج كما كتشوفوا، عندي هنايا معلقه ونص ديال السمن، عندي الكمون مطحون، عندي حامضه مصيره، عندي جوج رؤوس ديال الثومه، عندي الزعفران الحر، وعندي هنايا شويه ديال الثومه مطحونه، واحد شويه ديال البزار، هذا كيبقى حسب الذوق اللي بغى يديرو، وعندي كاس ديال الماء، وعندي هنايا زيت الزيتون. وغادي نبدا على بركه الله. بسم الله. تعرفوا هاد الطنجيه ما كاين ما احسن الواحد يديرها في القدره، ولكن ملي ما كتكونش نديروها غير في الكوكوط. هنا الملوج ديال البقري، نزيد عليها الثومه المطحونه، شويه ديال البزار. انا كيعجبني ندير فيها البزار حيت كيعطي المذاق شويه ديال داك المذاق ديال الحار، كنحس بطعمكم الكوكوط. وغادي نديرو الكمون. الا لاحظتوا واحد الحاجه، ما غاديش ندير فيها الملحه، لان عندي هنايا سمن مالح، وزيد عليها الحامض مصير حتى هو مالح، حيت غنديروها في طنجره الضغط كنحتاج غير كاس ديال الماء، حيت راكم عارفين. اما الا درناها في القدره اللي كتمشي للفران كنحتاجو غير نص كاس ديال الماء، لان كطيب على مهل ماشي بحال الكوكوط. غادي ناخذ الحامض ديالي غنحيد له العلفه، غادي نزيد عليها جوج رؤوس الثومة، نزيد زيت العود، ما تكتروش لان كيطلق لي دم ديال اللحم. وغادي نوضها طيب، ملي طيب نتلاقاو ان شاء الله. ونسيت ما نكفيكمش العافيه تكون مهيله، وكنخليوها على النار، المهم كنشدو عليها وكنخليوها من ساعه حتى ساعه ونص على حسب اللحم واش كاتب دغيا ولا لا. الا كان عندكم اللحم كاتب دغيا صغير راه غادي يطيب دغيا، المهم غير العافيه تكون مهيله. هانتوما راه داك كاس ديال الماء كافي باش تجينا معسله. وبسلام عليكم، هاد الساعه نتلاقاو من بعد ان شاء الله. وهذه هي الطنجيه ديالي من بعد ما طابت، ها نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، راه كتطلق اللحيمه داك الماء ديالها مع داك الكاس ديال الماء، كتجي هي هذيك والعافيه مهيله. المهم انا خدات مني 45 دقيقه وطابت اللحيمه، انا غنصبها معكم. نحيد في الاول داك الرويصات ديال الثومه، نحيد داك الحامض المصير، وغادي نصبها ان شاء الله. بسم الله.
ثم كما كتشوفوا الحيمة خاصها تكون طايبة، كتجي معسلة كما كتشوفوا ما كتحرق. وناخدو هاد حامض مصير ديالي نديرو من الفوق، وهذه هي الطنجية ديالنا. راه كتجي لذيذة، واحد الريحة عاطية منها غزالة. هانتوما كتجي معسلة، كتطلق الدميعة ديالها، كتبقى الدميعة ما كتبقاش بزاف ديال المرقة، خصها تجي مقلية. وبسلام عليكم، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وبسلام عليكم حتى المرة الجاية ان شاء الله.